أبوكم يعلم ضعفكم. برضو مشكلة من مشاكلنا إن إحنا بنركز زيادة في نفسنا. أنا ضعيف، إرادتي ضعيف، مخي تخين مش بيفهم، جسمي تقيل مش بيتحرك، مش قادر أصوم جد، مش عارف أغلب نفسي، ضعيف قدام شهوات، ضعيف قدام طبع قديم، ضعيف قدام ملذات. تفتكر أبوك مش عارف؟ أبوك عارف. في أب مش واخد باله إنه ابنه لسه بيحبي، منتظر منه يجري يعني؟ أبوك عارف كويس إنك بتحبي، لو مشيت خطوتين هيسقف لك. أنت فاكر نفسك يعني هتدخل الجامعة؟ ما أنت لسه في الأول. أبوك يعلم ضعفك، ده شيء مطمئن. أنت ليه ناسي إن ربنا عارف كويس لما بتقول له يا رب أنا ضعيف؟ يقول لك ما أنا عارف. يعني أنت مش مستني مني أكون زي البابا كيرلس؟ لا طبعا. استنى منك إيه؟ بس أنت صلي مرة بنفس كده تبقى كويس. أنت عارف إني ضعيف يعني مش بلتزم، عارف. وعارف إن أنا بوعد وبخلف، عارف. وعارف إن طبعي ملخبط آخر لخبطة، أيوه عارف. طب وأنت لسه أبويا؟ لسه أبوك طبعا. يعني بتحبني وأنا كده؟ بحبك زي كده عادي جدا. هو أنت ما بتتضايقش إن أنا ضعيف؟ ما بتضايقش. ما كل ولادي ضعفاء، هو في حد كويس؟ أنت ليه بتيأس؟ تيأس لو ربنا منتظر منك 10 من 10، هو عارف إنك أنت نص من 10، لما تبقى 1 من 10 يهنيك. ربنا بيشتغل بالضعفاء مش بيشتغل بالأقوياء. ما بيستناش الناس تبقى 10 من 10 عشان يشتغل بيها، بيشتغل بناس ضعيفة. اشتغل بالرسل وكلهم شكوا. يا رب انت عارف ان الرسل دول اللي انت اديتهم سلطان يخرجوا شياطين، ليلة صليبك كله هيجري، كله هيخاف، كله هيشك. عارف يشكوا بعد ما عملوا معجزات؟ عارف ليه؟ ضعف. انا واخد على ضعف البشر.